مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية ومشاهدي هذا صباح تونسي، الموعد تلقوها من الاثنين للخميس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 9:04 الآن. رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، أنيس لوريمي في الهندسة الصوتية، وشاكر بالقاسم في الإخراج رقمي. تسمعوا في صوتي من المد معكم حتى للحداش. مانيش باش نتوقف عند أغنية في بداية الحصة كما العادة، لأنه ما نحبش نخليها تستنى. الدكتورة جليلة بن خليل عضوة باللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس الكورونا. صباح النور دكتورة. صباح الخير، مرحبا بيك ومرحبا بالساده المستمعين. مانيش باش نطول عليك، نعرف انه الوقيت هذا وقيت اجتماعات اللجان العلميه وكل الخبراء والمختصين امام ارتفاع عدد المصابين والعدوى الافقيه. دكتوره بن خليل، توسعت رقعه العدوى في عديد المناطق، وممكن انه اي شخص ينجم يتعداه من غير ما يعرف، معناها يتعدى من بحذاه حد ما عندوش الأعراض، تصير العدوى بطريقة أو بأخرى. لهنا ممكن تجينا بعض الأعراض، مثلا نذكروا بالأعراض حرارة، كحة شايحة، وعديد الأعراض الأخرى تو نذكروا بها بعد شوية. شنو نعمل؟ نكلم 190 كما كنتوا تقولوا، نتنقل مسلك الكوفيد، وهل إنه موجود مسلك كوفيد، وإلا نقعد في الدار ونكلم طبيب؟ شنو نعمل بالضبط؟ هو بالنسبة للوقت الحالي، الحالات هي اللي قاعدين رانا معناتها نتقصوا فيها، هي حالات زاد أكثرها، واللي عملنا لها الدياجنوستيك نتاعها أكثرها معناتها أشخاص من دون أعراض بس، وهذوما تعملوا في إطار التقصي النشيط. هذوما دونك عباد، واحد ما عنده حد شيء ماهوش باش معناتها باش يمشي للطبيب ولا باش يكلم السامو ولا حتى حد، معناتها يقول لك انا بالك شي مريض وهو ما عنده حد شيء. هذوما احنا الحاجه الوحيده اللي لازمهم يعملوها هما الالتزام بالاجراءات نتاع حفظ الصحه، باش نكونوا واضحين هنا. هو اذا كان يخاف على روحه ويخاف على عائلته، يلزمه يلبس الكمامه ويغسل يديه ويعمل التباعد الجسدي. هذا ثاني ساعه بالنسبه للاشخاص اللي عندهم الاعراض، تو شنو يعملوا وقت اللي يشكوا في رواحهم؟ كان ممكن الدكتورة بن خليل هنا قوس صغير برشا، ذكرنا بأهم الأعراض. أهم الأعراض هي السخانة، هي الكحة الشيحة، هي فما واحد ما عادش عنده حاسة الذوق وحاسة الشم. فما اللي يكون عنده أعراض معناتها نتاع جريان الجوف، وإلا فهمت معناتها برشا أعراض نجم تكون نتاع هذوما المهمين معناتها الاكثر المهمين اللي نشوفوا فيهم. باهي، اللي قلت عليهم انا تو. باهي. الشخص اللي عنده الاعراض هذيا ويشك اللي هو ينجم يكون حامل للكوفيد. هذا ايش يعمل؟ اول حاجه يعملها هو ساعه يبعد على عائلته، باقي احنا الوقايه هي كل شيء. ويكلم 190. تو في الوقت الحاضر 190 مازال تنجم تلبي الطلبات نتاع الاشخاص الكل. انا كنت معاهم البارح. كلمتهم في التليفون معناتها اللي لاهي في 190. حكيت معاه حتى الدكتور سمير عبد المؤمن، وقال لي احنا رانا نتنقلوا اللي كلمنا شويه ما يسالش، معناتها هو خاطر كي اعراض خفيفه ينجم يستنى شويه. دونك هو يوسع باله المواطن، يقعد معناتها حجر في التباعد ويكلم 190 هما توا قاعدين يلبيو في جميع الطلبات. هذايا اللي قاله لي الدكتور عبد المؤمن قبيله. دونك من الناحيه هذايا اذا كان عنده اعراض خطيره معناتها ولا ما عادش ينجم يتنفس ولا حاجه، باقي يطلب 190 ويحكي لهم على الاعراض اللي عنده، خاطر هما وقتها تولي عنده الاولويه. بالطبيعه حياته في خطر، تولي ضيق نفس. في جميع الحالات 190 هي اول حاجه معناتها يلزم الشخص يعملها. اذا كان كل انت قعدت برشا وباقي متقلق وال190 ما جاتوش، ينجم يتصل بطبيب يشوف كيفاش باش ينسق معاه. وهي خاطر شنو هي المشكله الكل؟ معناتها المشكله شك التنقل نتاع الشخص هذايا، اللي ينجم مثلا يتنقل في تاكسي يعدي الشخص يركب معاه. دونك احنا باقي التنقل ماذا بينا يبدا ناقص على الاخر. ينجم يا اما يكلم الطبيب، والا اذا كان ما نجمش يولي يمشي لليرجونس. أما هذه في أقصى الحالات، معناتها إذا كان نقولوا إحنا ذاقت بها الدنيا وما عادش نجم نفطر. إي يمشي للأورجونس إذا كان هو في حالة
معناها تستوجب انه يتنقل للاستعجالي انه يتنقل، اما اذا كان جست خاطر يحب يعمل فيلمون جست باش يحب يتاكد، خاطر هي الاعراض جينيرالمون ايش اختيار ياسر، معناتها ما تتلزمش اللي واحد باش يمشي كيما انت اخي كي تبدا عندك جريب ديما تمشي للطبيب، هذايا اللي الاشخاص يلزمهم معناتها يلزموا يعرف سيرتو الصغار الصغار تجيهم تجيهم معناتها ديفورم همش معناتها خطيرين برشا، دونك يستناو شويه والسامي راهي توا قاعده تلبي في الطلبات الكل. انت سالتني على سيركوي كوفيد، سيركوي كوفيد قاعدين توا يعاودوا يفعلوا فيهم، فما سبيطارات معناتها عندهم سيركوي كوفيد نتاعهم واضح، وفما سبيطارات قاعدين توا يعاودوا يرجعوا يفعلوا فيهم. ونذكروا لهنا دكتورة بن خليل كان تسمح، نذكروا أنه أنت عضوة باللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس الكورونا دكتورة جليلة بن خليل، وتحدثنا عن شنو يزم يعمل الشخص إذا كان ظهرت عليه الأعراض أمام توسع رقعة العدوى الأفقية في عديد الولايات بتونس، الأعداد ولات كبيرة ومتسارعة كذلك، وحتى حالات الوفيات حسب بلاغ وزارة الصحة 71 حالة وفاة الله يرحمهم وصبر عائلاتهم، نحبش نوصلوا العدد أكبر من هكاية، هذا أكيد. هذاك علاش واحد يلقى في روحه على بكري. سألتك على مسالك الكوفيد لأنه في الفترة الأولى من انتشار فيروس الكورونا في تونس تفعلت مسالك الكوفيد، معناها المواطن اللي يشك في روحه ولا عنده الأعراض يتنقل المكان معين في المستشفى اللي هو مجهز ومخصص لهذا وفيه إطار طبي وشبه طبي اللي هو متوقي تماما، ويعمل في عملية الفرز وفما مراحل مختلفة في مسلك الكوفيد. هذا ما عادش معمول به بالطريقة نفسها في الفترة الأولى للكورونا، هذيك علاش احنا سألناك على مسالك الكوفيد. هاو باش نفسر لك، هو المرة هذية المسلك تاع الكوفيد يكون ديفيرون من المرة الأخرى. علاش؟ على خاطر احنا المرة الأخرى تتفكروا اللي سبيطارات أكثرها معناتها ما عادش يجيوها براتيكمون العباد، معناتها العباد كلها خايفة وإحنا كنا في حاجة شفنا إتسيتيرا، دونك دونك السبيطارات فرغت، ومثلا نعطيك سبيطار عريان تخصص سبيسيفيكمون للكوفيد، دونك ما ينجموش العباد يمشيو معناتها هكاكا للسبيطار. توا الاستراتيجيه هذه نتاع التعايش اللي احنا عملناها هي نتعايشوا مع هالفيروس باش نقعدوا نداويو الاشخاص اللي بالكوفيد واللي بلاش كوفيد، تصيرش كيما المره الاخرى. دونك توا معناها باش يكون مسلك الكوفيد مختلف. مختلف هو ماهوش معناتها غيرمون مختلف، اما يلزم في اللونتري تاع السبيطار يكون ثم عون هو اللي يقيس الحراره نتاع الشخص ويطلب منه وين باش يتوجه باش ينجم مكان النقطه هذيك نتاع الباب نتاع السبيطار ولا نتاع اي معناتها ستركتور دو سونتي بريفي ولا بوبليك لازمها تكون هكايا، يقول له مثلا هو يسالوا عن شنو الاعراض اللي عنده ولا حاجه ولا وين ماشي، ماشي للعيادات ماشي للأورجانس، فهمت؟ دونك اذا كان ماشي للكونسلتاسيون الكونسلتاسيون عندها مسالك خاصه، اذا كان ماشي للأورجانس عندها مسلك خاص، فهمت؟ هذايا الكل ماشي للتحصيل الطبي عنده مسلك خاص، دونك هذايا اون فونكسيون هو يكون ويقيس له السخانه باش يشوف اذا كان معناتها الشخص هذايا مشكوك فيه يولي يعدي للسيركوي كوفيد معناتها باش يشوفوا. واضح دكتورة جليلة بن خليل، يعطيك الصحة، مشكورة جدا على هذه المعطيات. اللي فهمت من كلامك انه الى حد الان اللي يشك في نفسه يبدا عنده اعراض تعتبر اعراض الكورونا يتصل بال 190، 190 مازالوا ينجموا يستقبلوا يتعهدوا بالحالات خاصة الحالات اللي تعتبر خطيرة، في انتظار انه تتفعل اكثر هذه المسالك مسالك الكوفيد بالطريقة اللي تنجم تخلي المرضى العاديين زادة يتوجهوا الى المستشفى. شكرا لك دكتور بن خليل، يوم موفق لكم لكم الكل، إطار الطبي وشبه الطبي وأعوان الصحة الكل. 9:13 دقيقة الآن تسمعوا في الإذاعة الوطنية.